الهيبة هو واحد الغيستوران شرقي سوري واللي جا في الزرق توني وبالضبط في النمرة 367. جا في الزرق توني بحال غادين لجهة لاكوت. الهيبة اللي كيقدم مأكولات 100% سورية وخصوصا المشاوي. جينا هاد النهار نتغداو في الهيبة وجلسنا في الغيستوران اللي يلاه داروا له الاصلاحات مؤخرا. بصراحه هذه ماشي اول مره كنجي للهيبه، كنجي ليه بزاف المرات لان الماكله فيه لذيذه والاثمنه مناسبه. دونك خليكم معايا هاد النهار باش تشوفوا الاطباق اللي خدينا عند الهيبه، وخليكم معايا حتى لاخر لا فيديو باش نوريكم الطبق اللي ضروري تكومونديوه اون فوا تجيو للهيبه. كما كتشوفوا معنا دابا في الفيديو ديكوراسيون في الريستوران الي توب، وكتحسوا براسكم بحال راكم عند عائله سوريه. من بعد ما تاسترينا في لا طابل ديالنا وخدينا الكارت منو، اول حاجه خدينا هاد النهار هي هاد لا سالاد لي اباز الخس الخيار وماتيشا، وفيها هاد الورق من الفوق واللي كروسيونت وديك لاصوص مارون اللي لذيذه بزاف. لونطري اللي كتشوفوا دابا هو مشكل، وكاين عند الهيبه ثلاثه ديال المشكل، مشكل صغير مشكل متوسط ومشكل كبير. اون بو دير كو لي زونطري الهيبه فيهم 3 سورت، لي ميكست بوتي مويان او غران. والثمن ديال هاد الطبق غادي تنقاوه في الاخر ديال لا فيديو في الكارت منو اللي غادي نعطي لكم. يمكن لكم تكومونديو بحال اللي درت هاد النهار الطبق المشكل، واللي غادي يقدكم مجموعه ديال 3 حتى ل 4 بيرسون. بالنسبه للمشكل المتوسط كوم يمكن لكم تكومونديو كل حاجه بوحديتها، اي تكومونديو الحمص محمره المتبل بابا غنوش اللبنه التبوله الفلافل الكبه السمبوسه، ولكن الا كومونديتيو كل حاجه الثمن غيكون غالي بزاف. عند الهيبه مجموعه العصائر 100% ناتوريل، ونصحكم تاخذوهم لانهم لذيذين والثمن ديالهم مناسب بزاف. كما كتشوفوا معايا في لا فيديو ما يمكنش نجي للهيبه وما ناخذش هذا الطبق المشكل كوم اونطري اللي فيه هاد المجموعة ديال المشكلات الباردة والساخنة، واللي الثمن ديالو مناسب جدا مقارنة إلى جيتيو تاخدو كل حاجة بوحديتها. ننصحكم اون فوا تمشيو الهيبة تبداو بالطبق المشكل ولا لي زونطري ميكست. وندوزو نشوفو الطبق الرئيسي. كما قلنا في الأول الفيديو الهيبة معروفة بالمشاوي، حنا هاد النهار خدينا لو بلا ميكس غري، وكاين اوسي لو بوتي لو مويان او لو غران. الا كنتيو 2-3 بيرسون نصحكم تاخذوا لو بوتي، 3-4 بيرسون تاخذوا المويان، ولا كنتيو اكثر من 5 الناس خذوا لو غران يلاه يقدكم. خليكم معنا حتى لا فان لا فيديو باش تعرفوا الثمن ديال هاد الطبق كو سو سوا لو بوتي لو مويان ولا لو غران. طبق الميكس واللي فيه الكفته لي بروشيت دو بولي لي بروشيت دو فيوند لي مورسو دو بولي. يمكن لكم تاخذوا هكا اون ميكس كوم يمكن لكم تاخذوا كل حاجه بوحديتها، يعني بلا ديال الكفته بلا ديال بروشيت دو بولي بلا دو بروشيت دو فيوند، ولكن في هذه الحاله غيتقام عليكم لو بلا شويه غالي. هذا الطبق لذيذ بزاف، وفين ما نجي للهيبه كناخذو. الهيبه معروفه اوسي بوغ لي شاورما ديالهم، ويمكن لكم تاخذوا لي شاورما اون ساندويتش كوم يمكن لكم تاخذوهم في البلا ولا حتى بالكيلو الا كنتيو بكم بزاف. ما تنساوش تبقاو معنا حتى لافان لا فيديو باش تعرفوا الثمن ديال الشاورما عند الهيبه. كاين اوسي اطباق واحد اخرين اللي ما خديناهمش هاد النهار، ولكن غادي تنقاوهم في الكارت منو، بحال الرز باللحم ولا الباذنجان باللحم، وهي ماكولات 100% سوريه ولذيذه. كتشوفوا معنا دابا في الديسير
واهم ديسير كاين واللي كيعجبوه الناس بزاف هي الكنافه. الكنافه عند الهيبه لذيذه بزاف. لو سيرو اللي كيديروه شويه سكري، الا كنتي وما كتبغيوش لو سكر كنصحكم تنقصوا من السيرو ولا تطلبوا من السيد ينقص لكم من لي سيرو اللي كيديروه فوق الكنافه. كما كتشوفوا في الفيديو الكنافه عند الهيبه عامره بالفرماج ولذيذه بزاف، انصحكم تاخدوها ملي تمشيو عند الهيبه. الكنافه عند الهيبه عندها دو تاي، سواء لا بوتيت ولا لا غروند، وعندهم ثلاثه الانواع ديال الكنافه: كنافه الشام، كنافه ست الشام، والكنافه الملوكيه. والفرق بيناتهم غير زايدين من الفوق ديال الكنافه بلا غلاس ولي فروي سيك. انا كتعجبني الكنافه نورمال عاديه بلا لا غلاس، داكشي علاش اشاك فوا كنجي كناخذ الكنافه الشام. بقاو معنا حتى لا فان لا فيديو، حيت غادي نوريكم كيفاش كيصيبوا الكنافه وسط الهيبه. غنوريكم اوسي لو ستون ديال الشاورما وكاع الحلويات الشرقيه اللي كيبيعوا في الهيبه. الديسير الثاني اللي خدينا هذا النهار هو المهلبيه. المهلبيه عند الهيبه بلي فروي سيك والثمن ديالها جد مناسب. المهلبيه اوسي ما بين لي ديسير اللي دائما كناخذهم اون فوا كنجي للهيبه. عند الهيبه اوسي العسماليه والفيصليه بالفستق، وكتشوفوا معنا دابا في لا فيديو كيفاش كيصيبوا الكنافه. والكنافه واحد الديسير لذيذ بزاف عند الهيبه، ننصحكم تاخذوه اون فوا تجيو عندهم. كتشوفوا اوسي الحلويات الشرقيه اللي كيبيعوا سوغ بلاص، سواء تاكلوهم ولا تديوهم اون بورتي. كيما كتشوفوا معنا دابا طبق ديال الحلويات الشرقيه واللي فيه البقلاوه باللوز بالبيستاش والاكاجو وعش البلبل بالبيستاش. هاد الحلويات يمكن لكم تاخدوها سوغ بلاص ولا اون بورتي. كما كتشوفوا اوسي لو ستون ديال الشاورما اللي كاين سوغ بلاص. في الصراحة الغيستوران ديال الهيبة واحد من احسن الغيستوران السوريين في الدار البيضاء، كسوسوا من ناحية الطعم ولا من ناحية الثمن. بالنسبة لي احسن انتخي عند الهيبة هو المشكل، واحسن بلا عند الهيبة هو المشكل ديال الكرياد. ضروري تاخدوا هاد الجوج اون فوا تجيو الهيبة. يمكن لكم اوسي تكومونديو الهيبة اون بورتي، وخصوصا في شهر رمضان كيكون الاقبال كبير على هاد الغيستوران. وننصحكم اون فوا تكونوا غتجيو الهيبه تعيطوا بوغ لا ريزيرفاسيون، لانه دائما كتكون الدنيا عامره. كتشوفوا معنا دابا في لا فيديو لا كارت منو ديال الهيبه واللي فيه الاثمنه ديال كاع لي بلا اللي خدينا هاد النهار. كتشوفوا اوسي لا كارت ديتايي ديال كاع لي بلا اللي عند الهيبه. ونتمنى غدانا هاد النهار يكون عجبكم، ونكون وريتكم الاطباق المختلفه اللي كاينه عند الهيبه. ما تنساوش ابوناو لا شين ديالي وتفعلوا الجرس وتكليكيو على جيم، كوم سا يوصلكم كاع لي ريستوران اللي كاينين في الدار البيضاء واحسن الاطباق ديالهم ولي كارت منو ديال هاد لي ريستوران. ما تنساوش اوسي تكتبوا لي في الكومونتير الا ديجا مشيتيو للهيبه وشنو هو احسن طبق عجبكم عندهم. نتمنى الفيديو ديالنا هاد النهار يكون عجبكم، ونتلاقى معكم نهار واحد اخر مع فيديو واحد اخر وفي ريستوران واحد اخر. والى اللقاء.